أجرى صاحب السمو الملكية الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء اتصالا هاتفيا بأخيه الشيخ مشعل الأحمد الصباح نائب رئيس الحرس الوطني بدولة الكويت الشقيقة، حيث هنأه سموه خلاله بمناسبة منحه وسام قائد جوقة الشرف من الجمهورية الفرنسية. وأشاد سموه خلال الاتصال بعطاء وإنجازات الشيخ مشعل الأحمد الصباح في تطوير المؤسسة العسكرية بدولة الكويت الشقيقة والتي أهلته لنيل هذا التكريم الرفيع، معربا سموه عن تمنياته له بالصحة والعافية ومزيد من النجاح والتوفيق. من جانبه أعرب الشيخ مشعل الأحمد الصباح عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على تهنئة سموه الكريمة، مشيدا بما يوليه سموه من اهتمام بكل ما يسهم في تعزيز علاقات التعاون والأخوة بين البلدين الشقيقين، وتمنيا لمملكة البحرين وشعبها الشقيق استمرار الرفعة والتقدم.